هنختم الفقرة بدعاء مستجاب في ساعة مفترضة عن ليلة الإسراء والمعراج. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما همنا وغمنا، وعلى الكتاب والإيمان توفنا، وأنت راض عنا يا ربنا. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولكل من له حق علينا. اللهم ارزقنا أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا يا ربنا إذا كفنونا وفي ظلمات القبور تركونا. اللهم ارحمنا إذا ما وارانا التراب وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا وانقطع ذكرنا، فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر. يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، دعوناك دعوناك فاستجب لدعائنا. ليس لنا رب سواك فندعوه. نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. رب اغفر وارحم واعف عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على معلم الناس الخير.